اللي صار البارح ما عندي عليه حتى علم، ما نعرفش شكون هبط. الاخبار سامح عنده كونترول ترونس جوان، مازال ماتشات في الشامبيونات ماتشات في الكوب، كمل مع جمعيتي الاخر وشوف. بيني وبين اسبيرانس ما فماش كونترا، انا ولدها وهي عائلتي، وقت اللي استحقني موجود وقت اللي استحقها هي موجود. دونك اكيد كما كنتوا تسمعوا سامح حكى على نقطة نتاع مغادرته للترجي، وبارح كان خرج كلام انه اخر ماتش هذا ظهر لي عربي انت كنت مدافع ومازال يعطي سامح. بيان سور مازال احنا كان في تونس يعني الملاعب كي خلط عمره 30 و 31 سنين وليو انسان فيه وقت باش يبطل. سامح شفناه في الماتش الكل وين استحقته الترجي هذا التونسي، لقيناه يعني كسوا في الرول ديفونسيف ولا في الرول اوفونسيف، معناها ملاعب مازال يعطي. شفنا يعني في مباراه البارح معناها صعد يمكن عمل في 206 ولا 7 مونتيات معناها في العمر هذاك، حتى في موف حتى مباراه المغرب معناها كان صعد معناها في كل ماتش. سامح يصعد اي سامح في كل ماتش معناها تلقاه سيتو ماتشات الكبار سامح تلقاه، معناها فماش ماتش كبير معناها ملي بدا سامح الدربيري يلعب مع الترجي التونسي ديما تلقاه في الماتشات الكبار. تقول لي ساعه يلوموه العباد معناها في الماتشات الصغار، مع نعرف بون اونتر بارونتيز صغار معناها في الماتشات الشامبيونات تعرف حتى التونسيون تطيح عادي ملاعبي ما بداش كونسونتري كوم الفو، لكن سامح في اللي ماتش كبار موجود حتى كلام يعني تلقاه حاضر معناها تلقاه يعطي كل ما عنده، تلقاه يعني يحمل زاده في السب، يحمل في برشا ضغط عليه معناها في وقت من الاوقات زاده يعدي في ماتشات باهين ولعبه تظلم فيه.